ويمكن دلوقتي كل الناس والعالم كله بيتكلم عن فكرة الذكاء الاصطناعي وإيه المجالات اللي هيدخل فيها الذكاء الاصطناعي وهيقدر إن هو يلغي وجود العامل البشري وإيه المجالات اللي مش هيقدر يعمل فيها كده. في سجال دائر ما بين إنه كل المجالات هيقدر يتدخل فيها الذكاء الاصطناعي. في حديث آخر إنه لا برضو لازم البصمة البشرية مختلفة. على أي حال يعني إنه مفيش مجال حتى الآن بعيداً عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، لدرجة أنه لو تابعنا اللي بيحصل كده شوية في هوليوود، الممثل العالمي توم كروز تحدث عن تخوفه من هذه التقنيات اللي ممكن تكون بديلة للممثل أو الفنان في المستقبل. صحيح، أنا تابعت التصريحات وتابعت كلام توم كروز، وهو اتكلم على أن هو بعد كده شركة الإنتاج ممكن تيجي تقول لك أنا هشتري صوتك، أدائك، البرفورمانس بتاعك، حركاتك، وشكرا سلام عليكم، واخد بقى الكلام ده واعمله في فيلم سينمائي. وشركات الانتاج لو عملت ده بالفعل ممكن الموضوع بالنسبه يعني للممثلين طبعا هيبقى خساره كبيره. النقابه الفنيه في الولايات المتحده الامريكيه قالت ان الكل في خطر، وان هيجي يوم، هو اليوم جاي يعني، بس يعني بتقول ان هيجي يوم يتم استبدال الفنانين بتقنيات الذكاء الصناعي بالالات ربما وبالروبوتات ربما أيضا. خلينا نشوف تقرير عن مستقبل السينما في ظل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي. برزت تصريحات منسوبة إلى الممثل الأمريكي العالمي توم كروز يخشى فيها من الذكاء الاصطناعي الذي سوف يجتاح كل المجالات وربما يصل لصناعة السينما في يوم من الأيام. الصحف العالمية أبرزت اسم توم كروز وممثلين آخرين في هوليوود يخشون من أن يأتي يوم ويكون الذكاء الاصطناعي سبباً في جلوسهم بالمنزل بعدما يجعلهم عاطلين عن العمل. وهناك مخاوف من العاملين في صناعة السينما بهوليوود نتيجة التطورات والتداعيات التي تحدث بسبب استخدام الذكاء الاصطناعي، واعتبروا أن استخدام الذكاء الاصطناعي يمثل تهديداً وجودياً للسينما والتلفزيون، كما أن شركات الإنتاج يمكن في المستقبل أن تستخدم الذكاء الاصطناعي كبديل للممثلين. النقابة الفنية في الولايات المتحدة الأمريكية أكدت أن الجميع في خطر، وسوف يأتي يوم ويتم استبدالنا بالآلات، لكن البعض يرى جانباً إيجابياً لهذه التقنية، فمن الممكن أن يعيد الذكاء الاصطناعي وجوه ممثلين رحلوا منذ زمن بعيد في أفلام جديدة.